أذكر الجلسات في الآونة الأخيرة نأسف للوضع الذي أصبحت عليه مؤسستنا الدستورية التي دورها هي مراقبة مساءلة الأداء الحكومي. في الدورات الأخيرة والجلسات الأخيرة نتأسف أن الوزراء الحكومة يأتون إلى هذه المؤسسة، أي أقل من عدد الوزراء المتفق عليه اللي هو 3 وزراء، ويحددون المحور الذي يسألون عليه. ليس من حق الحكومة أن تفرض على مجلس المستشارين أن يسائلها في محور واحد، لأن الدور وهذه صلاحية دستورية وهذا النظام الداخلي ملزم الحكومة الوزراء أن على الأقل يكونوا 3 وزراء حاضرين معنا نسولهم، لأنه ولينا مضطرين نمشوا لطلبة الكلمة في إطار النظام الداخلي، لأن الوزراء الحكومة غائبين دائما عن جلسات مجلس المستشارين وكيفرضوا علينا محور محدد. شكرا. ما بقى لهم غير غدا يقولوا لنا ها الأسئلة اللي غنسولونا فيها. هذا غير مقبول، ونسجل ونطلب منكم تسجيل هذا لدى مكتب المجلس وأيضا لدى الحكومة، تتحمل مسؤوليتها باحترام مؤسسة تشريعية اللي دورها مساءلتها، وهذا هو الدور، وإلا سنؤدي إلى تبخيس دور هذه المؤسسة أمام الشعب المغربي. شكرا سيد رئيس.